ينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روريوران، ومن الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من طهران، هل تراهن اليوم فعليا إيران على الأهداف الجديدة، الاستراتيجية الجديدة التي سطرتها لحزب الله فيما يتعلق ب يعني استخدام أسلحة نوعية أخرى، تراهن على أي نتيجة ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن ما قاله نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قبل أيام من أن مرحلة إيلام إسرائيل قد بدأ، يعني هو أعطى الضوء الأخضر لاستعمال الصواريخ الاستراتيجية، سواء كان ضد حيفا أو تل أبيب أو بعض المدن والمعسكرات الموجودة بين المدينتين. واستعمال هذه الصواريخ، يعني صحيح هناك فارق قوة بين حزب الله وبين الكيان الصهيوني، ولكن في تصوري إيلام إسرائيل أيضا قد بدأ. وإسرائيل يعني المجتمع الصهيوني ليس كالمجتمع اللبناني. المجتمع الصهيوني عندما يتم ضرب أنه مواقع والجميع يجب أن يذهب إلى الملاجئ وتتكرر هذه الحالة، يعني هذا يضغط هذا المجتمع، ورأينا قبل أشهر المظاهرات وإلى آخره، وهذا ما قد يراهن عليه حزب الله في إيجاد بلبلة داخل المجتمع الصهيوني بسبب هذا. أرجو أن